ضيفي النهارده هو الاستاذ اسامه توكل، مستشار وزير الماليه لشؤون الضرائب. ولما بنقول ضرائب دايما يجي في دماغتنا ان في شخص ماسك لك دفتر وجاي يعد املاكك ويشوف ايه اللي عندك ويفتش في دفاترك كلها عشان ياخد اللي وراك واللي قدامك. لكن في الحقيقه الضرائب زي ما بيقولوا هي العمود الفقري لموازنه الدوله، وهي اللي بتصرف على الموازنه العامه للدوله، يعني بترجع مرة تانية للمجتمع في صورة خدمات. هتكلم مع ضيفي الكريم النهاردة عن منظومة الضرائب، بيعملوا ايه مع المتهربين، بيتعاملوا ازاي بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، واللي نتج عليه فروق في التقديرات بين الممولين والمصلحة بتاعت الضرائب. والاهم من كل ده قانون فض المنازعات الضريبية، ما له وما عليه. كنا منذ أسابيع قليلة، في يمكن أسبوع قبل الماضي، كان معايا هنا داخل الاستوديو الأستاذ محمد معيط، وهو نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، واتكلمنا في أمور كثيرة جدا تخص موازنة الدولة. لكن النهاردة هو الدكتور محمد معيط، مش الأستاذ محمد معيط، لكن النهاردة الوضع مختلف، فاحنا هنتكلم عن الشيء اللي بيخوفنا جميعا وهو الضرائب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا تمام. سيادتك ما تقلقش من كلمه ضرائب، انا قلقان منك. ليه؟ انا عملت ايه؟ اشكرك على المقدمه ديت يعني، وزي ما قلت حضرتك الضرائب بتعود تاني بخدمات على المواطن، يعني هي في كل الاحوال منك واليك يعني. انا بشكرك على المقدمه ديت وعلى التعريف بالوظيفه اللي بتقوم بيها الضرائب لخدمه المجتمع. ليه الناس بتترعب لما تيجي سيرة الضرائب؟ أول ما تيجي سيرة الضرائب نجد إن الناس يعني تتنفط جوه جلودها زي ما بيقولوا. في الأعمال الفنية دايماً يطلع مأمور الضرائب، يعني شخص كده جاي ياخد اللي وراك واللي قدامك وجاي ماسك دفتر وإحنا هنحجز عليك، يعني الضرائب يبقى فيه حجز على طول. السينما هي اللي رسخت الصورة دي. طبعاً إن أي حد بيطلب منك فلوس في أي حاجة بيبقى تقيل. الناس الضرائب طبعا بتيجي تحاسبك على الدخل بتاعك مش قبل ما تاخده، في نهايه المده، فاي فلوس بتطلع من جيب الممول بيبقى مستصعبه يعني. لكن هو الحقيقه القانون، وخصوصا قانون 91 سنه 2005 اللي هو قانون الضريب اللي احنا شغالين بيه، القانون مدي كل الحقوق للممول ومخلي عبء الاثبات على مصلحه الضرائب. يعني كان زمان في القانون القديم يقول لك تقديرات جزافيه، كان مامور الضرائب يقدر زي ما هو عايز والممول هو اللي يروح يثبت العكس. القانون الحالي بيقول ان القرار اللي ده القانون اللي اتعمل في ايام الدكتور يوسف بطرس، اللي هو اتعمل في 2005 سنه، نعم. قانون 91 لسنه 2005 بيقول ان الاقرار اللي بيقدمه الممول ده بيعتبر رابط ذاتي. رابط ذاتي يعني اللي يقوله الممول صح الى ان يظبط لمصلحه الضرائب العكس، فخلى عبء الاثبات على مصلحه الضرائب. مين الفئات المستهدفه انها تقدم اقرارات وتدفع الضرائب؟ دي اسئله مهمه لازم اسالها لسيادتك علشان نوضح بس مبدئيا كده احنا بنتكلم في ايه. الاقرار الضريبي بيقدمه كل ممول موجود في مصر. هي كلمه ممول بس في ثقافتنا يعني ما بنستخدمهاش كتير، فياريت نبسطها. ايه هو الممول؟ من هو الممول؟ الممول كل شخص طبيعي او اعتباري بيمارس نشاط، سواء نشاط تجاري او نشاط مهني او نشاط ثروه يعني عقارية. اللي عنده تاكس لغايه المحامي، لغايه الفنان والنجم، لغايه مزبوط. الشركه وهكذا. المعفي من تقديم الاقرار هو الموظف اللي ملوش دخل تاني غير الوظيفه، اللي ما عندوش بطاقه ضريبيه، اللي ما عندوش بطاقه ضريبيه، وفي برضه عنده بطاقه ضريبيه زي بتاع ايراد الثروه العقاريه، لكن لم يتجاوز ايراده منها حد الاعفاء المنصوص عليه في القانون. اللي هو كام؟ اللي هو 6000 ونص في السنه. في السنه الدوله بتمر بظروف اقتصاديه في منتهى الصعوبه، وده بينعكس على مصلحه الضرائب اكيد سلبا، صح ولا انا غلطان؟ والله الحمد لله احنا في السنين اللي فاتت بالرغم من الظروف الاقتصاديه الصعبه مصلحه الضرائب وفقت وجابت يعني 95% من ربط الموازنه اللي كانت منوطه بيه في السنوات السابقه. نتمنى السنه دي ان المصلحه ان شاء الله تجيب 100% من الربط بتاعها ان شاء الله. الربط بتاعها اللي هي ايه؟ حصتها في الموازنه العامه لمصر؟ اللي هي الايرادات الضريبيه في الموازنه، ودي السنه دي عامله حوالي 400 مليار. السنه اللي فاتت كانوا كام يا فندم؟ السنه اللي فاتت كانوا 360 مليار. يعني السنه دي وصلوا 400 لغايه دلوقتي واحنا لسه في شهر مايو. هو الربط المطلوب 400 مليار. وصلنا لكام لغايه دلوقتي؟ يعني تقريبا نصهم. نصهم، وفاضل 3 اشهر على نهايه السنه الماليه. فاضل 4 شهور ان شاء الله.
اربع شهور كافلين ان هم يعملوا النص التاني؟ ان شاء الله ان شاء الله. ممكن تعملوا ايه مع شخص متعسر مش معاه فلوس وبيقول لك مفيش والدنيا واقفه، هتعمل له ايه؟ القانون اداله الحق انه يقسط الضريبه المستحقه عليه لاي لعدد من السنوات مساوي لعدد السنوات اللي اتحاسب عليها، اللي هو يعني القانون 91 لسنه 2005. لو حضرتك الضرايب محاسباك على سنتين او ثلاث سنين، من حقك تقسط الضرايب على سنتين او ثلاث سنين. على سنه واحده ومتعسر؟ على سنه واحده، تقسطها على سنه واحده. تقسط لسنوات تجاوز العدد ده بعد ما بيترفع الامر لرئيس المصلحه او لوزير الماليه. لا، في حاجه تانية. نعم. القانون بيقول ان الممول اللي ما عندوش فلوس خالص من حقه انه تسقط عنه الضريبه. يعني بيقدم طلب بيقول ان انا معدم ما عنديش حاجه، بيتعمل عنه تحريات بتثبت ان هو فعلا ما عندوش اي حاجه، بتسقط عنه الضريبه خالص. لو طلع كذاب؟ لو طلع كذاب يتصرفوا معاه. لو شركة فلست أو في حالة وفاة الممول على حد تعبير سيادتك، هتعملوا فيه إيه؟ الإقرار الضريبي ليه مواعيد. بالنسبة للشخص الطبيعي بينتهي الإقرار موسم تقديم الإقرار في 31/3 من كل سنة. بالنسبة للشخص الاعتباري اللي هي الشركات في 30/4. نعم. الممول اللي بيتوفاه الله في خلال السنة، الورثة أو مصفي التركة بيقدموا الإقرار في خلال 90 يوم من تاريخ الوفاة. يعني لو ما قدموش الورثه بيقعوا تحت ظل القانون؟ يعني المفروض ان بيتقدم الاقرار على اساس زي ما قلت لحضرتك ان الاقرار ربط ذاتي عن الممول، يعني اللي بيتقال في الاقرار ما تقدرش الضرايب تقدر عليه. انت لما بتقدمش الاقرار بتدي فرصه للضرايب انها تقدر لك، يعني انها تقول اللي هي عايزاه وحضرتك اللي تدور على الاثبات. ما بتستغلش الميزه اللي في القانون اللي هي العكس تماما لما بتتاخر في سداد الضريبه. لا 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 لا، الممول اللي بيتوقف عن نشاط زي ما قلت حضرتك، انا اقصد ان القانون بتاع 91 سنه 2005 بيخلي المصلحه هي العيب الاثبات عليها هي، فلما انت بتتاخر 3 و4 سنين بيرجع تاني عيب الاثبات عليك انت. عليك ان انت انا بقدر بقى مصلحه الضرايب بتقدر وحضرتك اللي تثبت بقى العكس. يعني يسقط عنك ميزه هامه في قانون 91، الميزه اللي اداها لك القانون انت تنزلت عنها بعد تقديم لك الاقرار. ايه حجم القضايا التهرب الضريبي اللي تم ضبطها خلال العام المالي الحالي؟ والله التهرب اكتر من نوع، يعني احنا عندنا في تهرب في الملفات اللي موجوده وفي تهرب كلي. التهرب في الملفات الموجوده انه ممول بيبقى محصور عندنا ليه ملف ضريبي يعني وما بيكتبش ايراداته الحقيقيه. النوع الثاني بيبقى ممول متهرب كليا، يعني لا ملوش ملف ضرايب وعايش مقطع البطاقه ده بقى. مقطع البطاقه. احنا يعني المصلحه بتكافح النوعين، يعني بتحاول تشتغل على الناحيتين. طبعا مع عدم وجود البيانات وعدم وجود اصدار فاتوره، عارف حضرتك مجتمعنا كاره للفاتوره، الاثنين دول بيصعبوا من مهمه مكافحه التهرب شويه. يعني كل المجتمع ما كان منضبط، كل ما كان اصدار الفاتوره اجباري، الممول بيطلبه، حضرتك رايح تشتري حاجه بتطلبها، انا رايح اشتري حاجه بطلبها، لو مجتمع انتظم مش هيبقى فيه تهرب. عفوا، تسقط امتى قضايا التهرب الضريبي؟ بعد مرور قد ايه؟ بعد مرور 6 سنوات. يعني لو بقالي 6 سنين ما سددتش حاجه؟ لا اصلا لا لا، الحق السداد ده ما بيسقطش، انما لو واحد عنده نشاط ومضى عليه 6 سنين واحنا ما نعرفوش ده بيسقط. انما ممول عندنا احنا في اجراءات قطع للتقادم دايما بيتم مراعاتها. 70 مليار كان حجم المتاخرات الضريبيه، خطتكم ايه علشان تعرفوا تحصلوا هذا المبلغ؟ 70 مليار ده رقم بيفكرني بيام سودا مش عايز افتكرها، لكن 70 مليار جنيه المره دي مش 70 مليار دولار، 70 مليار جنيه دول هتجيبوهم ازاي؟ انت بتضحك لي على اليام السودا. يعني 70 مليار جنيه هتجيبوهم ازاي؟ هو حضرتك بس ال 70 مليار دول يعني لازم نعرفوا تقسيمتهم. 70 مليار دول يعني من ساعه ما اتعملت مصلحه الضرايب من سنه 39، يعني في فلوس على ناس فلست، ناس ماتت، ناس غادرت وسابت البلد، على جهات مش قادره تدفع. يعني احنا عندنا بعض المؤسسات وبعض الجهات وبعض الهيئات عليها فلوس مش قادره تدفع. يعني 70 مليار دول هتقدروا ترجعوهم منهم كام طيب؟ والله الديون الغير متنازع عليها او اللي رايحه جايه يعني لا تزيد عن 25 مليار. يعني من ال 70 دول. يعني في 45 مليار عليهم العوض. لا مش عليهم العوض ولا حاجه، بس زي ما قلت حضرتك في ناس ظروفها مش سامحه. يعني في بعض المؤسسات لا داعي للتسميه بالاسم يعني وبعض الهيئات عليها فلوس ومش قادره تدفع، يعني ظروفها مش مخليها عارفه تدفع. لما يتعمل اعاده هيكله لها، لما تتمول، لما يشوفوا لها حل،
هتدفع حق الدوله ما بيسقطش. لجان انهاء المنازعات الضريبيه، انا عايز اعرف الدور بتاعه ايه، ودور يعني الحياديه وضمان الحياديه عنده ايه. حضرتك عارف ان في دايما الخلاف كان بيبقى بين المصلحه والممول، بيروح المحاكم. يعني الممول يروح المصلحه ما يتفقش، يودي الموضوع لجنه، ومن اللجنه ما يتفقش يروح المحكمه. والعكس صحيح ايضا. وتروح والعكس صحيح برضه. وتروح المحكمة حضرتك عارف نظرا لكبر عدد الدعاوي التقاضي بياخد وقت كتير جدا. الاتنين خسرانين، المصلحة خسرانة، الفلوس اللي تركنت عند الممول دي كانت هي أولى بيها لو خدتها في ميعادها، والممول خسران انه مش عارف أوله من آخره، هل هيطلع عليه كام في الآخر. الدولة جادة فعلا في قانون إنهاء المنازعات ده. قانون إنهاء المنازعات ده اتعمل، اللجنة بتاعت إنهاء المنازعات دي فيها مستشار، فيها رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وفيها عضو فني من المصلحة. على غرار النقابات مثلا. للحيادية. ده على غرار اللجان الداخلية للنقابات؟ لا، غير اللجان الداخلية، اللجان الداخلية كلها من المصلحة. يعني اللجنة الداخلية كل أعضائها من مصلحة الضرائب. فالممول بيقول لك أنا ما فيش حيادية، ما هو اللي عامل ده هو اللي عامل ده. النهاردة اللجان دي لما اتكونت جبنا يعني أحد الفنيين من خارج المصلحة، وجبنا مستشار من مجلس الدولة، على اساس تبقى حياديه، بيجي ياخد الممول حقه بصرف النظر بقى اللي انا من المصلحه لازم ابين ناحيتها شويه ولا الكلام ده، يعني عشان يبقى فيها حياديه. ودي فرصه ان انا بحل كل النزاعات قدام جميع المحاكم، يعني ابتدائي، استئناف، نقض، في كل الدرجات التقاضي بما فيها اللي قدام لجنه الطعن. يعني الملف اللي قدام لجنه الطعن ممكن الممول يقدم طلب لانهاء المنازعات ويجي يحل المنازعه هناك. هناك قانون اسمه انهاء المنازعات، ده كان أقره البرلمان مؤخرا. عايز أسأل ضيفي الكريم لأي درجة ممكن يقدم تيسيرات وتسهيلات بما يحفظ الحق للجميع، يعني هذا القانون. زي ما قلت لحضرتك، القانون ده اتعمل عشان خاطر ما يبقاش فيه ضغوط على العاملين في اللجان دي. يعني أنا النهاردة الزميل لما بيبقى يجي يحل في المصلحة عنده ثوابت، عنده حالات ما بيقدرش يخرج عنها، بتبقى إيده متكتفة شوية. لكن اللجنه المشكله في قانون انهاء المنازعات ما عندهاش الضوابط دي، يعني تشتغل براحتها، بتعمل يعني ممكن تلغي محاسبه. يعني في بعض الملفات اللي اتعرضت على اللجنه الغت حاجات كانت عاملاها المصلحه بملايين وما عليهاش مسؤوليه. الميزه كمان في الموضوع ده، النهارده لو في خلاف في لجنه انهاء المنازعات والممول جه حل الخلاف ده مع اللجنه، بيبقى اساس للسنوات اللاحقه بعد كده. يعني النهاردة اتفق على مبدأ 1+1، في السنين اللي جاية بعد كده يطبق نفس المبدأ. فدي ميزة ما كانتش موجودة في القوانين السابقة. نعم. بالإضافة زي ما بقول لحضرتك سرعة التقاضي. يعني النهاردة اللجنة دي أي حالة المدة بتاعتها 3 شهور، ممكن تخلص في أقل من 3 شهور. لو الممول جاد بيجي يقدم الطلب بتاعه، بتنظره اللجنة في خلال أسبوع، لو هو عنده إن هي خلص فعلا في خلال أسبوع كمان ممكن تخلص. وبتختر المحكمة، المحكمة بتوقف السير في نظر الدعوة. عدد طلبات التصالح اللي قدمها الممولين، والله اللي تقدمها لحد دلوقتي حوالي 2500 طلب. بكام دول؟ حلينا منهم 450 والباقي شغالين فيه. يدخلوا لخزينة الدولة قد ايه؟ لحد الشهر اللي فات ده كانوا من حوالي 2 مليار. يعني مليار و800، 2 مليار. ده الحصيلة من وراء إصدار هذا القانون. من القانون انهاء المنازعات لحد دلوقتي. يعني. نقول مليار 800 ولا نقول 2 مليار؟ 2 مليار 800. مليار 800. ده رقم من 450 حالة. رقم مفيد كويس؟ كويس. ده من ضمن ال 300 ال 400 مليار اللي احنا المفروض. دي نقطة. نقطة. كام في المية منهم دول؟ دول حاجة. دي نقطة في البحر دي. ما تجيش 5%. على فكرة المصلحة شغالة يعني بكل الزملاء اللي فيها، سواء في الضرائب العامة أو في ضرائب القيمة المضافة. بكل جهد يعني. القيمة المضافة دي احنا هنتكلم عنها كتير دلوقتي. بكل جهد يعني، القيمة المضافة السنة دي. يعني ايه قيمة مضافة؟ اسمح لي اسألك يعني. القيمة المضافة دي كان حضرتك في قانون موجود من سنة 91 اسمه القانون الضريبة العامة على المبيعات. ضريبة المبيعات. ضريبة المبيعات. ده قانون متعارف عليه في الشارع يعني. قانون القيمة المضافة هو الإصدار الجديد من قانون من ضريبة المبيعات. ضريبة يعني المبيعات كانت 3% أعتقد. لا يا فندم، كانت 10%. ضريبه المبيعات دي على فاتوره الاكل وعلى فاتوره الموبايل كانت 10%. هل ما زالت 13%؟ بقت 13%. هي نفس الضريبه. كانت ضريبه المبيعات في السابق على جميع السلع وبعض الخدمات دي كانت صدرت في التسعينات وعملت زيها سنه 91. كانت بتفرض على جميع السلع وبعض الخدمات، خدمات زي المحمول
خدمه بتؤدى خدمه، كان في 17 خدمه جايين على سبيل الحصر في القانون. زي ايه بس؟ في القانون ده، انا هبسط لحضرتك بس، في القانون ده على جميع السلع وجميع الخدمات. يعني بتخضع جميع السلع وجميع الخدمات الا ما استثنى بنص. ايه الاستثناءات بقى اللي في القيمه المضافه؟ ايه الميزه؟ نتكلموا في الميزه الاول اللي في القيمه المضافه. نتكلم. يعني القيمه المضافه اعفت كل ما يحتاجه الممول البسيط او المواطن البسيط. اكل، شرب، مدارس، صحة، مواصلات، قهوة، شاي، سكر، لبن، زبادي، دقيق، مكرونة، كل ما يحتاجه سجاير. المواطن البسيط. لا السجاير، لا السجاير من اكتر الحاجات اللي العالم كله بيشجع فرض الضريبة عليها عشان ضرب الصحة. حضرتك بتدخن؟ انا لا. طيب الحمد لله. اتفضل. اعفت كل ما يحتاجه المواطن البسيط. يعني خلت كان في حاجات كتير جدا خاضعه في قانون الضريبه على المبيعات، اعفتها قانون الضريبه على القيمه المضافه. الخدمات الصحيه كلها ما بقاش في حاجه سوى ضريبه مبيعات. لا ما فيهاش. من يعني انا لما تجي لي فاتوره الموبايل هسمع هقرا قانون القيمه المضافه، القيمه المضافه، الضريبه على القيمه المضافه، الضريبه على القيمه المضافه، مش هسمع تاني خالص عن ضريبه المبيعات. هي بتطلع كده دلوقتي، الفواتير كلها بتطلع مكتوب كده الضريبه على القيمه المضافه. طب ليه سميتوها القيمه المضافه؟ تعرف لو كنتوا ده حل من الحلول، يعني لو كنتوا سميتوها ضريبه المبيعات وزادت شويه ولا بتاع. ضريبه المبيعات الجديده. لا ضريبه المبيعات اتعدلت. ما انا بقول هو العالم كله بيطبق الضريبه دي، يعني العالم كله بيطبق ضريبه القيمه المضافه دي، في اكتر من 150 دي من المنبع. يعني انا دلوقتي بتعاقب مع سيادتك على حاجه، معلش انا عفوا، دي على المستهلك النهائي. انا بقول لسيادتك انا بتعاقد معاك دلوقتي على فيلم، انت هتخرج لي فيلم هاخد منك على طول 13% من اجرك غير 7% اللي باخدهم اصلا؟ لا إيه، انسى بقى 7% خلاص. المهنيين في قانون الضريبه على القيمه المضافه بيخضعهم ل 10% ضريبه، مفيش لا 7 ولا 13. انا دلوقتي راجل عندي شركه انتاج، فانا دلوقتي بتحاسب مع الاخوه بتوع الفنيين والفنانين، بخصم منهم 7%، 7% دول بيروحوا فين؟ 2% بيخشوا على نقابة المهن السينمائية أو نقابة المهن التمثيلية على حسب الوظيفة بتاعت المتعاقد معاه، و5% بتروح للضريبة، بورط ضريبة 5%، وأجي آخر السنة أديله إشعار أقول له أنا ورطت لك. دي حاجة تاني بقى. الضريبة دي 7%. ضريبة لا، ال 7% دي سكة تانية. ال 2% بتوع النقابة دول مالناش دعوه بيهم. حلو. في كل الاحوال في ضريبه مفيش ضريبه هتروح ال 2%. حلو. ال 5% دول من تحت حساب الضريبه على الدخل، لما شيء يجي الممثل اللي حضرتك اشتغلت معاه ده يجمع دخله في كل السنه من عند حضرتك ومن الشركات الثانيه ويتحاسب يشوف ضريبة عليه قد ايه، يخصم منها المبالغ المخصومه من المنبع، ولو في فرق يسدده. دي الضريبه على الدخل. الضريبه على القيمه المضافه دي ضريبه جديده. فوق ال 5%. مش يعني جديدة، يعني بالنسبة للمهنيين جديدة، ما كانوش بيخضعوا في الأول على المهنيين اللي هم المحامين. أي صاحب مهنة، محامي، دكتور، كاتب، مهندس، ممثل، كل الحاجات دي يعني. مذيع. واخد بال حضرتك؟ دي بتخضع بنسبة 10%. يعني مش لا 7 ولا 5 ولا الكلام ده. بتخصم مني، يعني قناة المحور هتخصم مني 10% وأنا بتقبضني أول الشهر؟ حضرتك اللي تروح تسجل وتروح تسدد ال 10% بالاقرار بتاعك كل شهر. يعني انا كل شهر مطالب ان انا اروح الدخل بتاع اقول انا دخل لي 10,000 خدوا 1000 جنيه منها الايراد بتاع الشهر بتاعك تروح تقدم. غير بقى السنوي. السنوي ده ضريبه على الدخل، يعني لازم نفرق بين حاجتين. طب ايه الضريبه على الدخل؟ ده مش هيرجع تاني؟ ده مش هيرجع تاني؟ الضريبه على القيمه المضافه دي ضريبه غير مباشره. دي حاجة ودي حاجة تانية. أيوة يا فندم، ال 1000 جنيه اللي أنا بدفعها على 10,000 جنيه دي مش هترجع لي تاني. لا ال 1000 جنيه دي مش هترجع تاني. خلاص، دي دخلت الدولة. ما سجلتش. يا في تهرب. ما هو ما حدش قال لي سجل. لا إزاي؟ القانون قال إن لازم كل الناس تسجل، وإدى مهلة 3 شهور لتوفير الأوضاع، وثلاث شهور انتهوا، واللائحة طلعت وشرحت كل الحاجات اللي موجودة في القانون. عايز أوضح لحضرتك حاجة بس بالنسبة للمهنيين عمومًا، يعني في بعض المهن هيبقى فيه صعوبة انه يروح يسجل، وفي صعوبة انه كل شهر يروح يدفع، وفي صعوبة عشان في شهور ما عندوش دخل خالص. المصلحة والوزارة جادة جدا في الموضوع ده، بتحاول تعمل بروتوكولات مع اصحاب المهن دي. يعني بتيجي كل نقابة وتقول لها والله تعالي اشرحي لي نظام العمل عندك ايه، وانسب طريقة
اللي ممكن الناس اللي عندك دي تسدد الضريبه. طب ثواني، احنا معانا الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين معانا على الهاتف، فاحنا ندخله طالما احنا بنتكلم في النقابات. مساء الخير يا دكتور اشرف. مساء النور، اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك. اهلا، انا تامر عبد المنعم يا دكتور اشرف. فندم برحب بيك يا استاذ تامر، برحب يا عم. ده انت نقيبنا يا عم. حبيبي حبيبي، ربنا يخليك. الاستاذ اسامه توكل، مستشار وزير الماليه لشؤون الضرائب، ضيفي في الاستوديو. انا كنت بتكلم معاه دلوقتي في مساله ايه، يعني انا شايف ان ما ينفعش تامر عبد المنعم عندك في النقابه، او مثلا الاستاذ الكبير عادل امام عند حضرتك في النقابه، يعامل معامله فلان اللي لسه متخرج اللي ملوش ادوار الا ادوار بسيطه وبياخد مبالغ زهيده وقليله جدا. فحضرتك اتصلت، ايه راي سيادتك في التعامل بمبدا القيمه المضافه الجديد ده؟ اولا خليني ارحب بضيفك العزيز واشكره يعني على التوضيحات الجميله اللي استفدنا كلنا منها. شكرا. انا بس في حاجه يعني قاعده يعني باسم فنانين مصر انا بقولها على الهواء، احنا تحت امر الدوله في اي حاجه. يعني لو الدوله عايزه اجمالي ما نتقاضاه تاخده الدوله، لان احنا يعني كل اللي احنا فيه ده من تراب هذه الارض العظيمه. الا ان بقى مشكله هذا القانون، انا قريته كويس وانا بكلم سيادتك والقانون في ايدي. القانون ده احنا اتحشرنا فيه. القانون ده انا سالت العديد من اعضاء مجلس النواب، القانون ده انا الجدول اللي احنا محطوطين فيه، يعني انا بفتح الصفحه اهو، انت سيادتك سامع صوت الورق. الجدول يا استاذ سامر، البند هو بيقول الزيوت النباتية، الزيوت والشحوم، المفروشات، البطاطس، الأسمدة، وفجأة أم دخلنا احنا الانتاج الإعلامي والبرامجي وكده بعد الأسمدة احنا عرفوه. صنف ومستحدث. نعم. الحقيقة أنا هقول لك مشاكلي ايه. مشاكلي علوا يا جماعة شوية الصوت. الدولة عايزة ضريبة مننا، تزود ضريبة مننا. أنا بقول لحضرتك لو عايزة 100% احنا تحت أمرها. انما هذا القانون لا يتفق بظروفنا ومهنتنا. احنا اتحشرنا فيه، احنا اتحشرنا فيه معرفش ازاي. وبعدين القانون بقى بيقول ايه؟ سامعني كويس يا استاذ سامر؟ سامعك يا دكتور. القانون بقى بيقول ايه؟ بيطلب، انا امبارح كنا في الاحتفال بتاع يوم المراه مع السيد الرئيس، وكان موجود معايا الاستاذ الكبير الحاج رشوان توفيق، والتقينا مع مجموعه من مجلس النواب بالمصادفه كده. طبعا. قلت لهم انتوا طالبين من الحاج رشوان توفيق يروح كل اول شهر مصلحه الضرايب يقول لهم يا جماعه مساء الخير، انا رشوان توفيق، انا ما اشتغلتش او اشتغلت. هذا مستحيل ولن يحدث. هو بقى شبه نظام المراقبه شويه، يعني عامل زي ما يكون عليه مراقبه. سؤال، خلينا اكمل بعد اذنك. سؤال، هو المصلحه جاهزه لاستقبال ملايين المهنيين كل اول شهر؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا ناس بنشتغل شغل موسمي، احنا ناس مش زي وظائف اخرى. انا بشتغل في رمضان مسلسل في رمضان كويس، يعني الشهرين ثلاثه اللي احنا فيهم دلوقتي، وكتير مننا ما بيشتغلش خالص. طب الشاب الصغير او حتى البسيط او الحاج رشوان توفيق اللي اكيد اجره مش كبير، واللي كان موجود امبارح في لقائي مع اعضاء مجلس النواب، وانا بضرب المثال دي بالمصادفه، عشان يروح يجيب محاسب قانوني يقول له روح كل اول شهر، المحاسب ده عايز مبلغ طبعا، وقد يكون الحاج رشوان توفيق ما عندوش، ما اشتغلش هذا العام، ما اشتغلش العام اللي فات. ثانيا، احنا القيمه دي على مين؟ يعني انا اللي عارفه ان انا ما بدفع فاتوره التليفون زي ما انت قلت يا تامر، بتاخد المستهلك انا بتقسم مني وتاخدها الشركه بتاع التليفونات تدفعها. طب انا مين اللي بيدفع لي؟ المنتج؟ المنتج مش هيدفع، وهيمارس ضغوط على السواد الاعظم. النجم ياخد حقه ثالث مثلث. القضيه في السواد الاعظم. يعني لو انا باخد مثلا 1000 جنيه هيقول لي ال 1000 شامله ضريبه القيمه المضافه، رغم ان ده مش مظبوط، لان انا قدامي فاتوره التليفون المحمول، بعد ما الفاتوره بتيجي ب 100 جنيه ب 600 جنيه ب 700 جنيه ايا كانت زائد قيمه مضافه. فالاليات اللي موجوده لتنفيذ هذا القانون انا شايف انها لا تتفق وظروفنا. الدوله عايزه ضريبه، احنا تحت امر الدوله. ثم حد الاعفاءات، مفيش حد اعفاءات،
طب الراجل الشاب اللي لسه متخرج ده ولا ما عندوش شهادة او الكومبارس واخد بالك مش لاقي ياكل، لا انا بقول له روح محاسب قانوني او يركب ويروح ونشتغل احنا مندوبين عند مصلحة الضرائب. كان حاليا بمصلحة الضرائب انها قبل ما تطلع القانون اللي طلع يعني في ظرف استثنائي وانا واثق طلع ازاي او انا عارف طلع ازاي، ان هو تقعد مع الناس. انا ليا طبيعه غير المحامين غير الزراعيين غير المعلمين غير الصيادله، كل واحد ليه طبيعه، انما احنا بنعاقب الفنانين بدل ما نقول لهم شكرا. انا بقول تاني لو الدوله عايزه 100% من اجمالي دخلنا احنا تحت امر الدوله. هذا القانون لا يتفق معانا. وبعدين يعني انا خجلان اقول ان انا مع الزيت والصابون والمبيدات ومش عارف ايه. احنا رحنا قابلنا السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وهو الحقيقه كان متفهم جدا 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 وحافظ كويس جدا جدا للقانون ومدرك مشاكل هذا القانون مع النقابات المهنيه، لان مش احنا بس اللي عندنا مشاكل، كل النقابات عندها مشاكل. احنا فجاه بقينا مندوبين في مصلحه الضرائب، يعني ده احنا مطلوب مننا الاقرار الضريبي بتاع كل سنه، ده احنا لايسين عشان نعمله اللي هو بنقدمه مره في السنه لايسين ليه. طب النهارده يا فندم انا بشتغل مع الدوله، انسى القطاع الخاص، هل الاذاعه المصريه اللي احنا ما قبضناش منها من 7-8 شهور، هل اتحاد الاذاعه والتلفزيون احنا ما قبضناش منه من سنوات؟ انا اشتغلت قبضت ولا ما قبضتش؟ انا على الورق اشتغلت وعلى الورق دخل لي 1000 جنيه او 5 او 10 او باقي، لكن انا ما قبضتش. وهل الدوله يعني النهارده لما اروح من الاذاعه المصريه او من المسرح القومي هو جاهز بالورقه بتاعت تقييم النظافه؟ هو مش جاهز. والمشكله ان جميع المحاسبين القانونيين على مستوى التعامل معانا في الوسط الفني مش فاهمين، كل واحد بيقول حاجه غير الثاني. فالدوله عايزه فلوس، احنا تحت امر الدوله، اعملوا لنا نسبه على 5%، اعملوا لنا حاجه قطعيه من المنبع. انما القانون انا بصراحه عندي علامات استفهام. ثم في بند في القانون بس انا مش قدامي يعني مش عارف اطلعه دلوقتي، بيقول يعفى صاحب العمل اللي بعقد لمده مؤقته. طب ما انا صاحب عمل بعقد لمده مؤقته، انا بمضي مسلسل بقعد فيه شهر او اثنين، يبقى بالتالي انا معفى. ممكن اقعد سنتين ما اشتغلش يا دكتور اشرف؟ على اي اساس اعفيت الاطباء؟ هم مهنه مقدسه واحنا مهنه مدنسه. على اي اساس اعفيت الكتاب؟ لان ده ابداع واحنا مش ابداع. يعني الحقيقه عندنا مشاكل كتير يا استاذ تامر، وانا اطلت وانا منتظر الرد. اتفضل يا استاذ اسامه هرد عليه. خليك معانا يا دكتور. طبعا بشكر دكتور اشرف على وطنيته ودي مش جديده عليه يعني، بس انا عايز افصل بين حاجتين بس، ان في قانون مصدر وان في مصلحه بتنفذ القانون. يعني كل اللي قاله حضرته ان كل النقابات كل نقابه عندها مشكله مع القانون. انا النهارده بعد القانون ما صدر انا كمصلحه ضرائب انا بنفذ للقانون اللي صدر. كل اللي اقدر اعمله القانون بيدي الحق لوزير الماليه بعمل اتفاقيات مع بعض الانشطه. كل اللي تقدر تقدمه للوزاره والمصلحه النهارده تسهيلا، وانا كنت لسه بتكلم مع حضرتك قبل ما اتدخل اشرف بيه في الخط، بقول ان عشان خاطر اللي حضرتك بتحكيه المصلحه والوزاره بتعمل بروتوكولات او بتعمل اتفاقيه مع النقابه، بتقول لها والله يا نقابه المهن التمثيليه انت اضرب ناسك، انت عارفه مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش واللي بيشتغل بياخد كام واللي ما بيشتغلش ونظام الشغل الموسمي و و فتعالي نقعدوا مع بعض ونحطوا صيغه اتفاق نحصلوا الضريبه والممول ما يروحش كل شهر زي اشرف فيما بيقول ولا يجيب معهوش فلوس يدفعها كل شهر ولا كل الكلام ده، يبقى في نظام متبع. وبدانا حاليا ببعض النقابات اللي حاصل نقابه المحامين، اللي حاصل ان في نقابات بتقرب وفي نقابات بتبعد، يعني في نقابات بتقول خلاص ممكن نقعدهم ونعملوا صيغه اتفاق وفي نقابات تقول لك لا والله انا مش خاضع وخلاص. يعني انا كمصلحه ضرائب دوري ان انا بنفذ القانون. يعني حتى لو النقابه رفضت انت هتنفذ القانون؟ طبعا ده قانون وحضرتك بتقول القانون على الجميع، اللي لما القانون يتلغي او يتعدل انا بضرب تعظيم سلام. عفوا في خبر عاجل، وزاره التربيه والتعليم تقرر وقف جميع الوجبات المدرسية على مستوى الجمهورية. الحمد لله مش هنسمع عن حالات تسمم مرة أخرى. عفوا، تفضل يا فندم. تفضل.
كمل فن. فانا بقول لحضرتك اللي بتقدر تقدمه الوزاره والمصلحه دلوقتي ان هي بتقعد مع النقابات المختلفه وتفهم طبيعه عملها وتحاول تعمل معاها اتفاق يريح اعضاء النقابه، وزي ما قال سيادته ان المصلحه مش جاهزه عشان تستقبل مليون مهني. أيوة. يجوا كل شهر يقدموا اقرار. انت معانا يا دكتور اشرف؟ تقريبا خرج من الخط. يعني معانا معانا اتفضل. من مصلحتي ان انا ما استقبلش مليون مهني كل شهر. طبعا. لا انا عايز يقعد في بيته ويبقى في اليه لتحصيل الضريبه وهو قاعد في مكانه في مكتبه في شركته في البيت ايا كان يعني، وانا برضو قاعد في مكتبي. يعني النهارده الموسم الاقرارات اللي هو بيقول عليه برضو احنا عندنا ماساه من الناس اللي جايه تقدم اقرارات ومش عارفه تملى الاقرار. طبعا ما عندناش يعني الثقافه دي يا بيه. في ثلاث اربع موظفين قاعدين جنبه عشان يعلموه ازاي يملى الاقرار، بالرغم ان كل سنه بيجي يكتب الاقرار بتاعه ده بيقطع خمس ست اقرارات. هو كمان صعب بيني وبينك يعني، عايز يسهل شويه. احنا السنه دي مسهلين في الاقرار عشان بس ما يعني اشرب بيه معانا على الخط. فاللي انا اقصده ان وجوده برضه في الجدول في الحته دي مش مقصود بيها مهانه ولا حاجه، ده كل المهنيين يعني. يعني الجدول جاي عشان بعد كده فئات ضريبه عاليه. يعني يمكن ترتيبها كده بس، انما مش مقصود بيها حاجه بعد الزيت والسكر والكلام ده كله. لا والمبيدات مش مضايقني. والمبيدات اللي مضايقه حضرتك مش مقصود بيها حاجه يعني. يعني وجوده في الجدول نفسه، وهم لاول مره يتحطوا في الجدول. يعني مش محطوطين في السلع العامه ولا في الانشطه العامه اللي هي بفئه الضريبه 13%، محطوط في فئه الجدول اللي هي 10% اللي هي ال 10%. في فئه اقل؟ في الجدول حاجات ضريبتها اقل من 10، في 5 في نص في 1 في حاجات كده يعني. يا دكتور اشرف، دكتور اشرف زكي. في انا استاذ سامر سامي. سامعك يا فندم اتفضل. انا دلوقتي عايز اعرف، انا في التليفون المحمول ما انا ضريبه مبيعات خلاص. انا مؤدي خدمه، اللي هم افترضوني مؤدي خدمه مش مبدع، تمام. انا دلوقتي همضي عقد مع شركه انتاج ب 10000 جنيه. نعم. اللي المفروض يدفع مش انا، اللي واخد الخدمه زي ما انا بدفع. يعني انت عايز يتخصم من المنبع؟ لا ما بتكلمش كمان على المنبع، مين اللي هيتحمل قيمه الضريبه القيمه المضافه، انا ولا المنتج؟ لا حضرتك. لا انت. لا ازاي؟ ما هو المنتج برضه هيدفع قيمه مضافه. انت بيدفع على شغل. لا انت بتحملها في المحمول. تعال ناخد المحمول نموذج بعد اذن حضرتك. اتفضل. التليفون المحمول، انا المستهلك المؤدي الخدمه اللي هي شركه التليفون المحمول بتحصل مني صالح مصلحه الضرائب قيمه ضريبه مضافه. نفس الكلام انا كممثل ببيع الخدمه اللي انا بأديها دي لشخص، الشخص ده المفروض ان يضيف ضريبه القيمه المضافه وانا باخدها منه ادفعها لمصلحه الضرائب. ده اللي انا فاهمه وده اللي احنا فهمناه. ده على المحمول. انت واخد المثال علينا. ما هو احنا شبهه. لا لا احنا بينا شبهه. هو عايز يرد حضرتك. حضرتك بس لو في لبس في مفهوم الخدمه نفسها، احنا تحت امر النقابه، اي وقت حضرتك تطلب محاضره 2 3 100 كل يوم ممكن يجي لحد لحضرتك ويشرح القانون ويرد على كل الاستفسارات اللي حضرتك عايزها مجانا يعني. يعني حضرتك تشرفنا عندنا اهلا وسهلا. عندك مكان يجي زميل من المصلحه يشرح لحضرتك المواد الخاصه بيك وازاي يتعمل الاقرار وازاي المفهوم الخدمه نفسها وكل الكلام ده يجي لحضرتك يشرحه ما دام في لبس لحد دلوقتي في مفهوم القانون نفسه يعني. احنا تحت امر حضرتك في النقطه دي يعني. متشكر جدا يا فندم، كتر خير. شكرا. دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين وعميد المعهد العالي للفنون المسرحيه، بشكر سيادتك على هذه المداخله. واضح ان هيحصل مشاكل كتير الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا ما يجيبش مشاكل يعني. احنا يعني ما ينفعش نساوي ما بين واحد بيقبض 50 مليون. ما حدش قال كده يا فندم. واحد بيقبض 200 جنيه هو القانون دلوقتي كده؟ ما فيش. لا 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 يا فندم، العقل ما بيقولش كده خالص. العقل بيقول ان حضرتك بتقبض مليون بتدفع عليه 10% هتدفع 100,000. انا بقبض 10 هدفع 10% هدفع 1. ده القانون اللي موجود دلوقتي. طيب يبقى هو مش عافي حد. لا ما احنا قلنا مش معافي حد. القانون ده ما فيهوش اعفاء. القانون ده قانون ضريبه طيب. القيمه المضافه. ما هو ده اللي انا بقوله بالنسبه للمهني. لا حضرتك بتقول هيدفع الناس كلها زي بعضها. لا مش زي بعضها، كل واحد. ايوه كل مربوط على قد دمه بالبلدي. كل مربوط على قد دمه. يعني انت النهارده بتحاسبني وبتحاسب اللي اكتر مني ب 40 درجه واللي اعلى منه ب 40 درجه كمان واللي اوطى مني ب 40 درجه. مظبوط يا فندم. بتحاسبنا كلنا. ايوه يا فندم.
طيب دي ضريبة على الاستهلاك اسمها كده يعني. يعني كان زمان حتى اسمها ضريبة الاستهلاك. طب هسألك سؤال. اتفضل يا فندم. أنا مش بدفع صحيح على رأي الدكتور أشرف زكي 13% على فاتورة محمولي؟ اه. وفي الكهرباء مفيش ضريبة عليها مضافة؟ بدفع على القيمة المضافة في الكهرباء وبدفع على القيمة المضافة في الغاز وبدفع على القيمة المضافة في البنزين بتاع عربيتي ولا انا غلطان؟ اي صح صححني. كل ده استهلاك. ايوه. وبدفع على القيمة في الربع الرومي واللانشو اللي بجيبه من البقال. لا الحاجات دي معفية. معفية الحاجات دي. طيب بدفع على كل الحاجات دي قيمة مضافة. كمان هدفع عن نفسي قيمة مضافة؟ كل ده استهلاك. طب ما ادفع عن نفسي وتشيل عني دول. لا دي ما فيهاش خصم. ضريبة الجدول ما فيهاش خصم. يعني ما خصملكش اللي انت دفعته، ضريبة الجدول. هي محطوطة كده، نظامها كده. طب حصيلة القيمة المضافة هتبان امتى؟ حصيلة القيمة المضافة شغالة لحد دلوقتي، احنا طبعا السنة دي الربط بتاع القيمة المضافة 180 مليار 184 مليار. ده غير ال 400 اللي اتكلمنا عليه؟ لا من ضمن ال 400. يعني ال 400 منهم 184 مليار دول ضريبة القيمة المضافة. جه منهم كام لغاية دلوقتي ال 184؟ جه منهم لغاية دلوقتي 100. يعني استجابة لأكثر من 60%. اه تقريبا. اه. ومتوقع ان هم يوصلوا كام؟ ان شاء الله. ان شاء الله تيجي. الأربع أشهر الجايين برضه؟ ان شاء الله. ان شاء الله يعني قابل حضرتك في نهاية الموسم. يعني كل شرف أطلع مع حضرتك تاني. يا فندم ده شرف ليك. وأقول لحضرتك الأرقام اللي حققتها المصلحة. وادعي لنا إن شاء الله يكون يعني نساعده كلنا في تخفيض عجز موازنة الدولة يعني. يعني كل ما الليم الضرايب بتحصله بيقلل العجز في موازنة الدولة. بيقلل فايدة الدين على الأجيال اللي جاية. بيقلل اقتراض الدولة للأجيال اللي جاية. يعني كل ده فايدة لنا ولولادنا يعني. الضريبة في بداية مقدمتي قلت ان انا بيتاخد مني ضرايب، الراجل اللي بيجي ياخد مني ضرايب ودفتر ده المأمور اللي بيصوروه في السينما بهذا الشكل، ولذلك تم الانتقام مننا جميعا في ضريبة القيمة المضافة. المهم هذا الرجل بياخذ الفلوس دي يحطها في مكان، المكان ده بيطلعها لي من الناحية التانية خدمات. هل بعد قانون القيمة المضافة ما يحقق ال 184 مليار هيكون بيسدد فقط ديون الاجيال اللي جايه ولا هلاقي خدمات ليا كمواطن؟ اللي يعني اول حاجه قانون القيمه المضافه خبيث قوي انا عارف. لا لا مش خبيث. لا لا انت اسئلتك كلها مباشره ما شاء الله يعني. ما فيهاش خباثه ولا حاجه، انا معايا ما فيهاش خباثه يعني. الحمد لله. قانون القيمه المضافه وهو بيتناقش مجلس النواب اقرب ان 1% من الحصيله يخصص للصحه والتعليم. يعني شرط عشان يتقرر قانون القيمه المضافه ده بيتاخد 1% عشان خدمات الصحة والتعليم. 1%؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين اللي بيحصل حضرتك كل الموارد بتيجي ما بتخصص المصروف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا الفلوس اللي واخدها من تامر بيه مش دي اللي هرصف بيها شارع، مش دي اللي هعمل بيها مستشفى. يعني الايراد كله بيخش موازنة الدولة وبتطلع الخدمات كلها. يعني طيب. مفيش ايراد معين. عفوا هقول لك على تشبيه صغير. انت بتقول انا هدخل 184 ده المتوقع. ال 184 دول ان شاء الله. النهارده في اقاويل عن لسان وزير النقل صحيح لم يحسمها المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الا ان هناك اقاويل ان تذكره المترو دي احدى الخدمات المهمه جدا لقطاع كبير من المصريين، هتزيد بنسبه 100% بدل ما هي بجنيه تبقى ب 2 جنيه. طب هل هو يعني تاخد 184 مليار وكمان هتزود جنيه في تذكره المترو في الخدمات؟ هو ده منطق؟ إيه والكهرباء تزيد؟ لا لا هو البنزين يزيد؟ مش كل حاجه بتزيد. لا لا هو بس عشان حضرتك ما يعني ما ندخلوش السلوك كلها ببعضها. لا لازم ندخله السلوك بقى بصراحه ببعضها كده ما ينفعش. هو يعني انت بتقول ان انا بقدم خدمه فباخد فلوس عشان اطور الخدمه. حضرتك شوف ايرادات الدوله قد ايه ومصروفاتها قد ايه. يعني انت في كل سنه كده اكيد المصروفات اكتر من عشان كده في عجز. نعم. يعني طول ما الايرادات اقل من المصروفات يبقى في عجز. الدولة بتحاول تخفض العجز ده. هل هناك تخفيض العجز ده؟ اتفضل يا فندم. افكار لضرائب جديدة من اجل؟ لا يا فندم. في افكار لضرائب جديدة للتخفيف، يعني في دلوقتي بيتناقش مجلس الوزراء امبارح وافق ان انا اخفف على الموظف البسيط. يعني ايه اخفف على الموظف البسيط؟ كان اثير في مجلس النواب انهم عايزين يزودوا حد الاعفاء. فالمصلحة والوزارة اقترحت حاجة تانية. انا النهارده لو زودت حد الاعفاء هساوي الغني بالفقير، يعني اللي بياخد مليون زي اللي بياخد 10,000، كله هيستفيد من حد الاعفاء. لا الوزاره مقدمه مقترح
ان انا يعني زي تاكس كريدت كده، يعني الموظف اللي مثلا يعني بيدفع 10,000 جنيه ضريبه ارجع له منهم 40,000 4,000، ارجع له منهم 5,000 مثلا، يعني الشرايح الدنيا ترجع لها الضريبه تاني. دي تعديلات او قوانين جديده من اجل المواطن وليس يعني لاخذ المزيد من الضرائب. مظبوط يا فندم كده، مظبوط. اسامه بيه انا اتشرفت بالحوار مع سيادتك. شرف ليا يا فندم. وعايز يعني اسجل ان انا اتعاملت مع شخص شديد الذكاء. شكرا في الحوار ده، انا يعني من كتر عرض حوارات بعرف افرز الناس كويس. شكرا يا فندم. شخص شديد الذكاء ودامس الخلق. شكرا. بشكر سيادتك ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى ايضا منكم يعني ان انتم تراعوا شرائح الدنيا. هتكلم عن نقابه الممثلين، نقابه السينمائيين. في عينينا احنا نحاول نراعي الناس. في عينينا. وانا زي ما قلت لاشرف بيه، احنا يعني مستعدين جدا لاي نقابه وبالذات نقابه المهنيين، ان لو كل يوم حد يروح من المصلحه يشرح لهم مزايا القانون انا تحت امرهم يعني. بنشكر سيادتك، شكرا جزيلا. اراكم غدا وحلقه جديده من 90 دقيقه اخر الاسبوع، هيكون معايا زميله مع عثمان غدا. تصبحوا على خير.